السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام الذي نرصد من خلاله أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. السلطات تمنع المنظمات الحقوقية من الاطلاع على أوضاع المعتقلين، كان ذلك في صحيفة البصائر. وفي الهيئة نت معلومات مسربة تفيد بوجود عمليات تعذيب وتلفيق تهم بحق متظاهري الناصرية. أما في العرب الجديد فالعراق، رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي يعتذر عن تشكيل الحكومة. وفي الزمان، العراق تسجيل 80 إصابة جديدة وتوقعات بارتفاع الأعداد في الأيام المقبلة. أما في إندبندنت عربية، بريطانيا تسجل رقما قياسيا بعدد وفيات كورونا وإصابات أوروبا تفوق 750 ألف. وفي الشرق الأوسط 435 ألف إصابة و13 ألف وفاة بكورونا في أمريكا. في القدس العربية، التحالف العربي يعلن وقف عملياته العسكرية في اليمن لمدة أسبوعين. أهلا بكم. بعد 17 عاما لا يرغب كثيرون في العالم الحالي بالحديث عن ذكرى احتلال بغداد في 9 من نيسان عام 2003 بكثير من التشاؤم، كما جرت العادة في السنوات السابقة عبر إحصاء ضحايا الغزو الأمريكي الذي بدأ في 19 من آذار 2003. صحيفة العربي الجديد تقول في تقرير لها إن هذا العام يحمل بوادر تغيير مهم حصل في العراق في الأشهر القليلة الماضية من خلال الانتفاضة الشعبية التي أظهرت جيلاً وطنياً ومدنياً عابراً للطوائف ورافضاً لكل أشكال الوصاية الخارجية. على عكس السنوات الماضية، يحتجب الكثير من عرابي الاحتلال الأمريكي للعراق عن الظهور والإدلاء بآرائهم حول رؤيتهم للبلاد بعد 17 عاماً من هذا الغزو، كما اختفت كليا مطالبات تحويل هذا اليوم إلى عطلة رسمية بوصفه من المناسبات الوطنية، وهو الطرح الذي تبنته أحزاب وشخصيات سياسية يرفع بعضها اليوم شعار مقاومة الأمريكيين، أبرزها المجلس الأعلى ومنظمة بدر، علما أنه سبق تقديم الطلب بشكل مقترح إلى البرلمان في دورته الأولى في عام 2006. وتنقل الصحيفة عن الباحث إياد الدليمي قوله إن المشروع الأمريكي فشل في العراق والمشروع الإيراني الطائفي إلى زوال أيضا، مشيرا إلى أن العملية السياسية التي عقبت الغزو استنفدت أغراضها ولم تعد تقوى على تغيير جلدها بطريقة ترضي العراقيين، هذا غير التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد سياسيا واقتصاديا، ناهيك طبعا عن حالة الغليان الشعبي المستمر. ويتابع بعد 17 عاما على تأسيس نظام سياسي جديد في العراق بواسطة الولايات المتحدة وبدعم كامل من إيران، يقف العراق الآن على مفترق طرق، فلا العملية السياسية قادرة على النهوض بأعباء السلطة وتحدياتها، ولا هي قادرة على تغيير أدواتها، خصوصا في ظل تنازع أمريكي إيراني على النفوذ. تختتم الصحيفة بالقول إن الوعي الذي جسدته تظاهرات تشرين بات عابرا لحدود المناطق وجغرافيا المذاهب، ويمكن وصفه بأنه الأكثر قدرة اليوم على تعرية مشاريع الهيمنة التي طبعت العملية السياسية التي صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية. ليست مشكلة العراق في حكومته إن بقي رئيس الوزراء المستقيل في منصبه أو تم استبداله برئيس وزراء جديد، فإن المسألة سواء، ما من شيء سيتغير وما من مشكلة ولو كانت صغيرة ستحل. فاروق يوسف يقول في صحيفة العرب اللندنية إن المتظاهرين خرجوا في ثورة تشرين مطالبين بإسقاط النظام وليس الحكومة، ذلك لأنهم يدركون أن النظام القائم على أساس المحاصصة الحزبية لا يصلح ليس لإدارة دولة بل لقيام تلك الدولة.
لو عدنا إلى الشعارات التي رفعها المحتجون الذين خرجوا إلى الشوارع في أكتوبر الماضي، لرأينا أنها لا تتضمن مطلبا يتعلق باستقالة رئيس الحكومة، وليس هناك ما يشير إلى الحكومة ورئيسها. ما حدث أن رئيس الحكومة استقال من منصبه مذعورا بسبب مجزرة ارتكبت في حق المتظاهرين. استقالته لا تفتح الأبواب على برنامج سياسي واقتصادي وخدمي مختلف، لذلك فإن العراقيين لا يرون في استبدال رئيس حكومة بآخر حلا لمشكلاتهم، فالأزمة تجاوزت منذ سنواتها الأولى حدود التشكيل الحكومي. هناك نظام حزبي هو المسؤول عن الوصفة الجاهزة التي من شأنها أن تبقي معادلات الفساد ثابتة في معدلاتها، كما لو أنها قدر لا يمكن الإفلات منه. لقد أدرك العراقيون بعد كل هذا الزمن العصيب أن الأحزاب التي تمكنت من السلطة ليست في نيتها إقامة دولة، فالدولة بالنسبة لحزب الدعوة الذي حكم العراق 12 عاما هي نوع من المحرمات الدينية، وهو ما لا يعرفه الكثير من متابعي الشأن العراقي. في حقيقة الأمر فإن العراق بالنسبة للأحزاب بغض النظر عن تمثيلها الوهمي للمكونات الطائفية والعرقية هو مستعمرة إيرانية. كان قاسم سليماني يديرها نائبا للمرشد الإيراني الأعلى، والآن يتولى إسماعيل قاآني إدارتها. الكاتب يقول إن ما صار واضحا بالنسبة للعراقيين أن كل الخيارات المحتملة لن تقدم حلا لمشكلتهم التي يمكن تلخيصها في غياب الدولة الوطنية، فالعراقيون صاروا على بينة مما حدث ويحدث لهم. ذلك التحول في الوعي كان قاعدة للرفض الشعبي لاستمرار النظام والمطالبة بإسقاطه برمته، من غير النظر إلى شخصية من يحكم. أمست الأزمة في العراق معقدة أكثر من أي وقت مضى، وليس ذلك راجع فقط إلى تفاقم الأوضاع الصحية في البلاد بسبب جائحة كورونا وما له صلة بتداعياتها اجتماعيا وأمنيا وحياتيا، بل إلى الحقائق، حقائق المشهد السياسي المصاحبة لهذا الوضع، والتي بدأت تتكشف وتظهر متلاحقة وبوتيرة سريعة منذ أن أزهقت ثورة تشرين آخر ما تبقى من أرواح أغطيتها. هذا ما أشار إليه جهاد بشير في مقاله في صحيفة البصائر. تدور الخلافات بين الكتل السياسية في ظل تحرك ميداني للقوات الأمريكية والتحالف الدولي على نحو لافت للأنظار. جرأ حديث القوم مؤخرا إلى مزيد من التكهنات بشأن مقاصدها وغاياتها، بالتوازي مع تصعيد ناعم بين واشنطن وطهران لم يأخذ شكلا جديدا يمكن أن يعول عليه لمعرفة مستقبل المرحلة تماما مثلما هو معتاد. وفيما تواصل طهران بذل وسعها لإيصال أدواتها في العراق إلى نقطة مشتركة في مساق تشكيل الحكومة الجديدة، يرتفع مؤشر المشاكسات المتطرفة بين أحزاب السلطة إلى درجة أنها باتت بعد اتفاق حظي بمباركة أمريكية ورضا إيراني، كما نقضت غزلها الذي كانت تتفاخر به رغم رداءته وتشوهه، وإذا بالجميع يربض عند المربع الأول ليطرح خيارات أخرى لشخصيات تمثل اتجاهات متباينة، يهدف كل من يقترحها إلى تأمين مصادر مصالحه والمحافظة على ديمومة استحواذه على المكاسب. وفي خضم هذه الفوضى تحاول ميليشيات الحشد أن تظهر بأنها رقم صعب في المعادلة، فتارة تتوعد بتصعيد أمني بحجة استهداف القوات الأجنبية التي كانت وما تزال حليفتها وغطاءها الآمن في مواجهة ما يسمونه جميعا الإرهاب، وتارة فرض طروحات تتعلق بتسمية رئيس الوزراء الذي لا تريده أن يكون خارجا من دائرتها التي تقبع بؤرتها في طهران.
الكاتب يرى أن الموقف الإيراني الذي يتلاعب بقرارات القوى السياسية العراقية وفصائل الميليشيات غير متقاطع مع الرؤية الأمريكية بشأن نوع وشكل حكومة الاحتلال الثامنة، ولا في برنامجها السياسي ولا حتى في الشخصيات التي سوف تتسلم مقاليد الأمور، على اعتبار أن هذا الملف بكامله هو هدف مرحلي ومحطة عبور لا أكثر، لأن العالم سيكون ذا شكل مغاير عما هو عليه اليوم بعد زوال جائحة كورونا. كورونا، ذاك الفيروس القاتل الذي سبب الهلع والخوف بسبب الأعداد الكبيرة للمصابين به وأرقام الوفيات المخيفة التي تسبب بها في أغلب دول العالم. سامي الزبيدي يقول في صحيفة الزمان إن هذا الفيروس لم يقتل من العراقيين بل وحتى من الدول الأخرى بقدر ما قتل الفساد المالي والإداري والسياسي لساسة العراق. فساد هؤلاء الساسة وسرقاتهم الكبرى لأموال الدولة والشعب لا وصف له، يضاف إليه سوء إدارتهم للبلاد وما قاموا به من جرائم بحق أبناء شعبنا، تمثلت في عمليات الاغتيالات والتصفيات الجسدية والخطف والاعتقالات العشوائية والتغييب والاجتثاث والإقصاء والتهميش وإثارة الصراع الطائفي بين مكونات الشعب، ناهيك عن الصراع السياسي على المناصب والمكاسب. جرائم أحزاب السلطة الطائفية وميليشياتها المسلحة منذ تسلمه أمور البلاد أساسها كلها الفساد والركض وراء المناصب والمكاسب والمصالح الحزبية والفئوية والشخصية وسرقة أموال الشعب ونهب ثروات الوطن. فأهملت هذه الأحزاب وساستها تقديم أبسط الخدمات لأبناء الشعب، ولم تعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والصحية والأمنية والخدمية، ولم تخصص جزءا من أموال العراق الكبيرة للبناء والإعمار طيلة 17 عاما الماضية. منذ اندلاع التظاهرات الشعبية في الأول من تشرين أول من العام الماضي إلى أيامنا هذه، تجاوز عدد من قتلتهم أحزاب السلطة وميليشياتها من المتظاهرين السلميين 800 شهيد و25 ألف جريح، بينهم أكثر من 7000 أصيبوا بعوق دائمي. وهذه الخسائر بين أبناء شعبنا من المتظاهرين والمعتصمين السلميين كبيرة جدا، ولم تحدث مثلها في أي بلد آخر. الكاتب يرى أن حساب هذه الأرقام مقارنة مع الخسائر البشرية من فيروس كورونا يعني أن كورونا أرحم على العراقيين من ساسة الفساد ومن أحزاب السلطة الفاشلة والفاسدة التي دمرت البلاد والعباد بفسادها الذي لا مثيل له في كل دول العالم، حتى أوصلت العراق وشعبه إلى حافة الهاوية السحيقة. يدعو رؤساء الحكومات في كل مكان شعوبهم لشن حرب على تفشي فيروس كورونا، ويعيدون إلى الأذهان انتصارات سابقة في محاولة منهم لرفع الروح المعنوية. باتريك كوبيرن يوجه في صحيفة إندبندنت عربية انتقادات كثيرة لطريقة تعاطي حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع كورونا. الكاتب يقول إن رد السلطات البريطانية المتعثر على جائحة كوفيد 19 أقرب بكثير إلى إخفاقات الحرب العالمية الأولى عام 1914. أوجه الشبه مذهلة بين أزمة اليوم وتلك التي انفجرت في العالم منذ ما يزيد بعض الشيء عن 100 عام، فقد شهدت تلك المرحلة ضعفا في القيادة يشبه هذه الأيام تماما، وهي لم تعد العدة كما يجب، وأعيق تقدمها بسبب تبني استراتيجية خاطئة في البداية، إذ أرسلت القوات المتمركزة في الجبهة الأمامية إلى الميدان لتتكبد خسائر فادحة. والفرق هو أن الضحايا كانوا عندئذ في صفوف الجيش البريطاني، وهم اليوم في صفوف هيئة الخدمات الصحية الوطنية. أسود بقيادة حمير هي العبارة التي استخدمت لإدانة الخسائر في الأرواح بسبب عدم كفاءة جنرالات الحرب العالمية الأولى
وأسيادهم من السياسيين. وفي الوسع استخدام الكلمات نفسها اليوم، كان النقص حينها في الأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية، بينما هو اليوم في أجهزة التنفس والكمامات الطبية وعدة الفحص. والقاسم المشترك هو أن النقص في كلتا الحالتين سيؤدي إلى مقتل نسبة من أولئك الذين لا يحصلون على الأجهزة الضرورية أو سيخلف لديهم إعاقة. وأحد الأعذار للأداء المتعثر الذي أظهرته معظم الحكومات هو أن هذه الأزمة غير مسبوقة، مع أن الصين وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة أحسنت التوسل بخبرتها مع متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد سارس. الكاتب يقول إن الحرب العالمية الأولى فتحت معظم حكومات أوروبا وما بعدها فعرتهم وأظهرتهم على أنهم مجموعة من الأغبياء العاجزين عن التعامل مع أزمة حقيقية، ومن المرجح أن تثير جائحة كورونا زلزالا سياسيا مشابها ستكون الحكومات التي تستخدم تشبيه الحروب بلا تفكير لمصلحتها محظوظة إن استطاعت أن تتخطاه. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا لميشيل كوتل وصفت فيه المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقده الرئيس دونالد ترامب لمواكبة تطورات أزمة كورونا بأنه كرنفال معلومات خاطئة. الكاتب اعتبرت أن هذه المنصة تخدم ترامب وحده وتضلل الشعب، مطالبة بمنصة محايدة لمسؤولين ذوي مصداقية. الكاتبة تقول إنه حتى في الوقت الذي بدأت فيه إدارة ترامب تتحسس طريقها في الحرب على كوفيد-19، فإن أحد العناصر البارزة في استجابتها لا يزال شنيعا بحسبها، وهو أداء ترامب اليومي في الإجازات الإخبارية اليومية حول الجائحة. وفي البداية اكتشف ترامب أنه بإمكانه استخدام الإجازات هذه لسد حاجته من ربط كل الأمور بشخصه، ومع ارتفاع عدد الوفيات لم يتغير ذلك، ففي معظم الأيام يخرج ليتحدث للشعب الذي يعيش مرحلة صعبة لمدة ساعة أو أكثر، ليبث الضباب من خلال تهنئته لنفسه بما يقوم به، ومن خلال هجماته السياسية وبث المعلومات الكاذبة والكلام الفارغ. ولكن مع جائحة قاتلة تطوف البلاد خلسة، فإن إصرار الرئيس على أن يتصدر الحلبة ويخدع الشعب لا يعني فقط تهديدا للصحة العامة المجازية، ولكن ذلك يعرض للخطر صحة وحياة الملايين من الأمريكيين. وبحسب الكاتبة فإن بعض ادعاءات ترامب المخادعة لا تزيد على كونها حكايات خيالية حول مواجهته المثالية للأزمة. ففي 15 من آذار الماضي طمأن الشعب بأن لدى إدارته سيطرة جيدة على الفيروس، وفي 17 من آذار ادعى بأنه شعر بأنها جائحة قبل إطلاق اسم جائحة عليها بوقت طويل. تقول الكاتبة إن سحبت الكاميرات من أمام ترامب فإنه سوف يكون أقل اهتماما بالاستعراض، وأهم من ذلك قد يترك الإجازات للمسؤولين الذين لديهم معلومات مفيدة يخبرون بها. والآن إلى مجموعة من رسومات الكاريكاتير.
بهذا نصل إلى ختام حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم، نترككم في حفظ الله ورعايته.